السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم جينا للصيد، انا وعمي ابو علي وابن عمي ابو بهالي هو جداني ال ويمان، مثل ما جاي يشوفون جاي نصفون بالشبك، وصراحه عبر الشبك ذاك الصوب مال الشاب. دللوا المتابعين دللون، خلوكم يانا تابعونا نشوف الصيد مالنا. اخونا صباح جانا جاهز، اخونا صباح سيس بالبلم وراح من هناك يطون الغزل وماخذين ذني طابوقات. شباب اللي يعرف ذني لما نستخدمهن اكتب لنا بالتعليقات قبل لا راح يشوفون بالفيديو، من هسه اللي يعرف وين اكتب لنا بالتعليقات وشوفوا راح نسويها. الحجاج هنا نزلوا اردن نصبون بصف هذا شو اسمه يا اخوانا. صباح منا هي منا صباح، وانت رايح هسه شباب بدينا نصب الغزل، نصبنا هاي صفحه هاي انت شنو على يلا روح بالك على هاي على بشي كان شنو هي صفحتك؟ شو اسمها؟ يمان وحمودي. ها؟ يمان وحمودي مغامرة جاسم كذا على اليوتيوب وقتك غربي فوق. ايه عين غرب ايه مستعجل على راحتك كانك فيه فوق. اي يقول جار ياخذ. هسه الجماعه قالوا نريد شاي بعدهم ما صايدين وطلبوا عندهم شاي، فراح اجيب قوره مال الشاي واجيهم. تابعونا شباب قوره بالسياره راح اجيبه واجي. طبعا نصيد اليوم احمد رد اجيب الدداش دداش نصيد اليوم سنه. راح تروح سيارتي؟ لا 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 شو اسمه جاسم ماي السياره سجاد السعيدي اهلا وسهلا. اهم شيء القهوه القهوه هسه سوينا قهوتنا وشاينا وعمنا ابو علي واقف منتظر اخونا صباح يطلع لنا سمك وقبل ينزل على النار. قال هذا الخبز محضرينه ابو علاوي وجاه اتصال طبعا اخونا صباح يفحص الشبك. بشر هذا جاي خابر كمينا وحده بالي حاجيك ابو حاجيك صباح بالي اصغر يطلعها ونشوف اصغر يشوفها طبعا هي رقه مبينه رقه انا اشوفها رقه شلون ابو علي رقه صباح الله عليك رقه يلا صالح اظن هي صباح انا اقول رقه اطلع اخوي اطلع عوف عوف الخبر اطلعها ما شاء الله لا صل على محمد وآل محمد. هاي اول خشنيه صدناها شباب منتظرين البقيه اعتقد الثانيه الثالثه. انت مرصهن على مود تاكل خبزتك انت مرصهن صباح مرصهن يعني خشنيات وهاي اي صاد صاد ان شاء الله صاد. ابو علي كان ادري ما مقتنع بعدها ما مقتنع. هاي نهارنا شباب راح تكمل ان شاء الله الشاي كمل والله مكملين وهسه منتظرين السمك نشوي قبل هنا. أربعة يا الله يا الله. لا لا إن شاء الله ما تعرق علينا. أول سمكات صدناها طبعا وبعدنا أخونا صباح زين ينصب هناك وبعدنا شو مش باقي هناك كواك الله حجي ما صورت اللقطة مالتك من وقاعد. إي حرامات واتت عاد شلون اللقطة والله طيب يستنحب. الله اخونا قواه الله قواه الله طبعا هاي شلون نصبنا شفته شباب هناك وهذا اول سمكار طلعها بطريقه وهو جاي. اي والله شباب يسمونه هذا بسبيطه هذا يعني مشكل شيء بس شكل يا الله شيء خشني يا الله يا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد يا الله يا الله يا الله البرم هن ربطه جاسم تعرفط البرم جاسم ابو جاسم انا ابو بهاء راح نربط البلم هنا. لا والله ما قصرت اول شويك وانا والحجه ما راضي يقول قصرت وما داخل الاهل طبعا شوي لا هنا. والله ما شايف ما خلي شوي ما عنده مره شوف انا سكات لان اخونا صباح ما متغدي. اي والله ما متغدي راح يتغدى بهن. الف عافيه الف عافيه الله يعافيك. بس ابو علي شو خليت الحطب ياسم وديناه ياخذ الشبش الزايد وديناه للسياره هناك عندنا شبكه هناك كبيره ناصبينها عبر الشط كله. هاي اخر شيء نشلحها قبل لا نروح وعندنا واحده ثانيه هاي هنا وعندنا واحده ثالثه ذيش عابره من هناك. هذول المتابعين حلوين اجوا هنا بنلتقوا ويانا وتابعونا شباب نشوف الصيد ان شاء الله. بدا في معلمين العشاء
شباب سوى سمى الشوي والحج ابو علي غير شلون غير سوينا عشاء شلون والله يهفج عشان ما تهفي. وهذا اسمه الخشني الخشني هذا يسمونه من الشجره الخلاط من الشهب للنار قبال مباشره يدللون يدللون لا بخدمتهم احنا بخدمتهم احنا اي مكان نروح نصور لهم اياه بحيث هم ويانا خطوه بخطوه. عباس قلبه احترق بس يديرون بالهم علينا. لا اهم شيء لايكات يخلونا لايكات ومشاركات هاي اهم شيء. زين شو اللعب الغزل هاي شو مشاور وحده صايده وبعد اللي شادوها صار هذا البلم بس بالبيت راح اسوي لك اياه صار مهر جديد والله العظيم قطع غيار كامل راح اسوي لك اياه اصلي كله اصلي صباح هذا شباب صايف هذا غزل من الصفحه جاي يطلع بي طبعا مو صافي لين المغرب صارت وما يشوفنا نشوف التصوير شباب طيب هنا وصلنا نهايه الفيديو يا رب استمتعتوا يعني ولا تنسوا اللايك والاشتراك تفعيل الاشعارات اخونا جاسم هنا جاي يشعل بالنار اخونا صباح راح يطلع له وبعد اذا قدرنا نصوركم مره هذا عضوا نصور ما قدرنا تعذرونا ولا تنسوا اللايك يا شباب باي باي ذكرت العروب وياك هذا صيد مالنا تمام طلعنا هاي اول شفته خير من الله متروسه ترس واخونا صباح راح يجيب الثانيه والثالثه بس اخونا ابو بهاء والحجي ابو علي يطلعون بالخشني وراح نفصلهم اشياء زني ونفرق عليهن السمك.